فمباراه المريخ دايما مباريات صعبه، خصوصا والله وانا بتفرج على مباراه المريخ وسان داونز، كانت اول مباراه للمريخ، اتفرجت على المباراه كلها قلت ان المريخ هيبقى منافس قوي للاهلي وسان داونز على الصعود للدور القادم. المريخ فرقه جيده، بيعرفوا يقفوا، بيلعبوا بطريقه اللعب السودانيه اللي عارفينها كلنا، الداشنج، القوه في الاداء، بسم الله ما شاء الله رجلهم طويله فبيجيب الكره من اي حته، السرعات الكبيره، الجنبات العاليه. لكن النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يستطيع ان يفوز في هذه المباراه. انا بتكلم من الناحيه البدنيه، لان احنا النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون معايا ايمن جلبرتو واحمد الحنفي، هنتكلم معاهم عن المباراه القادمه، ازاي نكسب المباراه القادمه ان شاء الله، او نلعب المباراه القادمه على الفوز ان شاء الله. عشان كده مباراه مهمه، مباراه صعبه جدا جدا جدا، كيف سيلعب موسيماني في هذه المباراه، خصوصا في ظل زي ما حضراتكم سمعتوا من الكابتن علاء عبد العال انه هتلعب ازاي في ظل هذا الضغط الكبير جدا من المباريات. عندك مجموعه اللاعبين بتحاول تعمل الروتيشن ما بين ده وما بين ده، امبارح كان قاعد اليو دانجو بعدين نزله في الدقائق الاخيره ثم خرج فلان علشان يريح فلان، وهكذا. هو ده الروتيشن اللي بيتعمل، هو ده اللي انا اقدر اعمله، لانه العمود الفقري في النادي الاهلي معروف، معروف ما ينفعش ان انا اقعد حد فيهم، لان كل المباريات مهمه والنادي الاهلي يلعب على كل المباريات. عشان كده ان شاء الله يوم السبت القادم مباراه مهمه جدا وصعبه جدا، ان شاء الله تكون بدايه انطلاقه جيده في البطولات الافريقيه.